وهو ما يسمى قطار الرصاصة المنطلق بسرعة 320 كيلومترا، بحيث تستمتع بالسفر في القطار أكثر من الطائرة. ثانيا، أنفاق ضخمة. ولبناء طريق الحرير المعاصرة كان على الصين الحفر في الجبال وأن تبني أنفاقا كبيرة، اسم هذا النفق بوسلي تانل، يصل طوله إلى 5 كيلومترات. والشيء المذهل في الأمر أنه يقطع أطول وأعلى سلاسل الجبال في الصين. ثالثا، أسرع كمبيوتر في العالم. التكنولوجيا التي تملكها الصين مكنتها من صناعة أسرع كمبيوتر خارق في العالم، يسمى سانوي تاي هولايت. هذا الكمبيوتر يحمل إجمالية 10,650,600 معالج، واستطاعته 100 بيتافلوب. مهما كان الحاسوب الذي تستعمله حاسوب مكتب أم لابتوب، الصين هي أكثر البلدان سكاناً. في هذا البلد يصل عدد السكان إلى أكثر من 1,400,000,000 نسمة. هناك الصينيون متمكنون من التكنولوجيا بشكل كبير، ولا يوجد شيء من التكنولوجيا لا يستطيعون صناعته. وتعد الصين أكبر منطقة لصناعة النسخ، بحيث يمكنهم نسخ أي شيء. لا بأس بالتكنولوجيا، لكن حتى الخضار والبيض ينسخونها. هؤلاء الناس أثبتوا أن أي شيء ممكن في الحياة. الصين واليابان مثل أمريكا، يمتلكون تكنولوجيا متطورة. هيا بنا اليوم في هذا الفيديو لنريكم أكثر التكنولوجيات الصينية. لكن يا أصدقاء، قبل أن نبدأ الفيديو اضغطوا على زر إعجاب. رقم 1، أكبر شبكة سكك حديدية. تمتلك الصين أكبر عدد وأطول سكك القطارات في العالم، وأيضا تملك أسرع قطار في العادة للقضاء على التلوث، فأنتجت 9,500 حافلة كهربائية. يعني أن الصين قد بدأت تعد نفسها جيدا ضد التلوث والازدحام. سابعا، حقول ألواح الطاقة الشمسية. تعد الصين أكبر مستفيد من ألواح الطاقة الشمسية، بحيث تشغل الألواح الشمسية مساحات شاسعة، وتنتج تقريبا 40 ميجاوات من الكهرباء، مما يساعد في إمداد الملايين من الصينيين بالطاقة. ثامنا، صناعة الهواتف. من المفترض أن الصين أكثر البلدان في العالم تصنيعا للهواتف، يعني أن الكثير من المصانع موجودة بالبلد. فمنذ أن اخترع الهاتف إلى الآن، صنعت الصين أكثر من 600,000,000 هاتف. ومن الممكن أن الهاتف الذي تشاهد به الفيديو الآن مصنوع في الصين. فيا أصدقائي، مهما كان الهاتف الذي تستعمله، اكتب اسمه في تعليق لنا، واضغط إعجابا للفيديو، ولا تنسى متابعة القناة لتشاهد المزيد من المقاطع في المستقبل. شكرا لمشاهدتكم، قم بترك تعليق لنا. رابعا، نيو سنتري جلوبال سنتر. ويعادل هذا المركز التجاري الأكبر بمساحة 1,700,000 متر مربع. وإذا نظرت إلى الأعلى ستشعر كأنك تنظر إلى برج خليفة الموجود في دبي. خامسا، القطارات داخل المدينة. وفي محاولة الصين في القضاء على الازدحام المروري، اخترعت نظام نقل جديدا مثل القطار الجيروسكوبي وقطار الرصاصة والقطار المعلق. القطار المعلق هذا يعمل على بطاريات الليثيوم، بحيث صنعت له خصيصا، وهو عبارة عن زجاج من 3 جهات، بحيث يمكنك النظر في 3 اتجاهات مختلفة. سادسا، الحافلات الكهربائية. عملت الصين